أخطر مخلوقات الأرض أو بيلقب بمجرم عالم الحيوان. حيوان ما بيخافش لا من الأسد ولا الفيل ولا أي حيوان أكبر منه. حيوان جلده سميك جدا لدرجة إن السهام والحربات البشرية ما تقدرش تخترق جلده، وهو حيوان غرير العسل. وده الحيوان اللي كسر القاعدة بتاعة الخوف من الحيوان الأكبر. ده ما بيخافش من الأكبر منه لأنه ببساطة بيروح بمخالبه يضرب الحيوان الأكبر منه في عينيه علشان خاطر يجيبه الأرض. طب ليه اسمه غرير العسل؟ لأن هوايته المفضلة أو وجبته المفضلة هو خلية النحل، مش عسل النحل بس، لا الخلية كلها. بيدخل خلية النحل ويبدأ يتعامل معاها على إنها طبق شوربة، يأكل الشمع بالعسل بالنحل بالملكة بكل حاجة، ما بيأثرش فيه لا لدغات عقارب ولا تعابين ولا أي حاجة خالص. من الآخر كده مدرعة حيوانية ماشية على الأرض. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بشكركم على المشاهدة، ما تنسوش اللايك والاشتراك.